نتيجة أزمة الكورونا. سنتحدث مع السيد محمد سلامي مدير مركز واصل لتنمية الشباب. أسعد الله صباحك بكل الخير سيد محمد. أهلا وسهلا بك. يعني نحن نتحدث عن مهرجان وادي الشعير الذي الكل كان ينتظره ولا يزال على أحر من الجمر، لأنه يحمل في ثناياه الكثير من الزوايا الشعبية الجميلة التراثية الأصيلة، ينقلنا إلى حيث فلسطين الجميلة التاريخية بشخصيات اعتبارية فنية مرموقة. وادي الشعير أعتقد في أزمة الكورونا لم يكن معقودا في تلك الفترة نتيجة جائحة الكورونا، لكن العودة بعد غياب، فما الصبغة التي يحملها وادي الشعير هذه المرة؟ نعم، بسبب أزمة الكورونا والجائحة يعني كان في هناك انقطاع للمهرجان، وحتى هذا العام من أجل الحفاظ على السلام العامة، يعني الجائحة لا زالت مستمرة، المهرجان فعالياته تأخذ طابع غير جماهيري أو غير شعبي بسبب يعني الحاجة للحفاظ على السلام العامة، وبالتالي اقتصرت الفعاليات على فعاليات محدودة من حيث الطابع الجماهيري، سواء للأطفال أو للشباب في بعض الفعاليات، فعاليات فرح ومرح وعروض مسرح دمى في شوفي، أو مسارات تربوية للشباب في بكتير وحسان، أو ورش تدريبية لمهارات قيادية وتفكير إبداعي عقدت في مركز واصل لمجموعة من الشابات والشباب. واليوم غدا سيكون هناك اختتام لهذه الفعاليات داخل عنبتة في وسط البلد القديم، ساحة الشهيد خالد عبد الرحيم، بفعاليات متنوعة، منها للأطفال ومنها الزلزال الشعبي والعنصر الفلسطيني والفن الوطني الملتزم مع الفنان الشعبي أبو نسرين، وكذلك معرض شامل متنوع للتراث الشعبي الحي، حيث زوايا مختلفة، حرف تقليدية، أزياء شعبية، أكلات شعبية، ومختلف الفنون الأصيلة الفلسطينية. نعم، طب يعني بصراحة بالعادة يتم التركيز على كل ما يحمل الهوية الفلسطينية ويدلل على الهوية الفلسطينية، إلى أي مدى دائما مهرجان الشعير يؤكد على ضرورة التمسك بالتراث الفلسطيني، خاصة وأنت تحدثت عن شخصيات فنية فلسطينية مرموقة جدا، وعن أيضا فعاليات من ضمنها الزجل والعرس الفلسطيني بمشاركة ضيوف مختلفين، وبالتالي هنا رسالة واضحة تماما من قبلكم سيد محمد للأهالي وللجمهور، كما نحث من خلالها على المشاركة والاستمتاع بهذه الأجواء. نعم، رسالة المهرجان كما هو معروف هي الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، على الموروث الثقافي الفلسطيني، واستحضار هذا الموروث وتعميمه وتقديمه بقوالب متجددة للأجيال الفلسطينية كاملة. ومن هنا دائما يكون في هناك تنوع، لكن الأصالة حاضرة. نعم. تنوع في الفنون وفي الفعاليات، لكن بما يحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وعلى أصالة ثقافتنا وتراثنا الفلسطيني. هذا العام سيكون هناك العرس الفلسطيني، الزجل، الشعر، وكذلك الحكاية الشعبية عبر مسرح الدمى للأطفال بطريقة أيضا تربوية لا تخلو من تعميم الموروث الثقافي الفلسطيني بين أوساط أيضا الأطفال. وهذا مهم بصراحة أن نركز عليه سيد محمد في ظل الضياع للأسف الذي نعاني منه، وفي ظل بعض الدخلاء والفن الدخيل، ما يسمى بالفن الدخيل على فننا الحقيقي وإرثنا الحقيقي الفلسطيني. نحن نثمن الجهود المبذولة من قبلكم، بالتأكيد مرة أخرى نذكر أنه بالإمكان المشاركة في فعاليات مهرجان وادي الشعير مع ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، صحيح؟ بالبروتوكول الصحي، ونتأمل من المشاركين الحضور أن يأتوا بالزي الشعبي التقليدي الفلسطيني حتى يكونوا جزء من هذه الفعاليات. طبعا. احنا نحاول دائما أن يكون الجمهور هو جزء من الفعاليات الفنية الثقافية اللي بنقدمها، وبالتالي تم توجيه الدعوة لكافة
أهالي عنبتة ومحافظة طول كريم بأن يحضروا سواء رجالا أو نساء بالزي الشعبي الفلسطيني التقليدي حتى يكون الجميع مشاركا في هذا العرس الثقافي التراثي الفلسطيني الذي سيكون داخل وسط البلدة القديمة وهي أيضا موقع تراثي فلسطيني معروف بساحاته بأروقته بأزقته. نعم، إذن ستبدأ الفعاليات في 8 من شهر تشرين الأول، أي يوم غدا ستبدأ الفعاليات وتنطلق بمعارض، بمسارح للأطفال، بأيضا تمثيل شعبي، نعم بتمثيل حقيقي للتراث الفلسطيني، الزجل والعرس الفلسطيني، ولا ننسى وجود الفنان الرائع الشعبي أبو نسرين. إذن نتمنى أن تشاركوا، والزي الفلسطيني مهم جدا ارتداؤه، يعني تفننوا في ارتداء الزي الفلسطيني، وخاصة أنه بنحب ننوه أنه كمان أسبوع التراث الفلسطيني كان قد بدأ فعليا في الكثير من الأماكن التي والمدارس التي تركز على ترسيخ هذه المبادئ لدى الأجيال لتكبر وتكبر وإياها هذه الهوية الفلسطينية. إجمالا نتمنى لكم كل التوفيق سيد محمد، ومزيدا من التألق والنجاح. لكم ولتلفزيون الفجر الجديد الراعي الإعلامي الدائم لفعاليات مهرجان وادي الشعير منذ انطلاقته وحتى الآن، ونتمنى ومتأكدين أنه سيستمر معنا. بالتأكيد، نعم، سنبقى معكم على نفس الطريق ونفس الدرب إن شاء الله، لنكون جميعا شركاء في كل ما يتعلق للحفاظ على هذه الهوية الفلسطينية من التلوث، محاولات تلويثها أو محاولات سرقتها أو حتى من محاولات طمسها. إجمالا أشكرك جزيل الشكر مدير مركز واصل لتنمية الشباب السيد محمد سلامة، شكرا جزيلا لك. لا تنسوا أن تتألق بالزي الفلسطيني التراثي الجميل، حتى أن البعض شو بيعمل، مش بس بيلبس تطريز، طبعا كل زي له أو كل منطقة وإلها تطريز معين، ولا أجمل ولا أروع من اللي بيلبسوا الثوب الفلسطيني، الثوب المطرز، أو في كمان الخرقة اللي جداتنا البعض منهم لا يزلنا يرتدينا مثل هذا النوع من التفاصيل، وفي كمان إردان صح، وفي كمان اللي الثوب اللي بيرتفع شو اسمه اللي بيكون مع السروال للستات الكبار، الفلاحي، مش المطرز، إشي تاني اللي هو الأبيض بيكون. فهذا عن جد قمة في الجمال وقمة في الرقي. والله أنا نسيت ألبس اليوم زي فلسطيني، بتقول لي أم حسين روى الله يسعد لي صباحك، نسيت عن جد أني أنا، بس لأنه في انشغالات أخرى يعني مشان هيك، ولا بالعكس كان لبسته، فأتشرف دائما وأبدا بالزي الفلسطيني. فإحنا